أقيم عدد كبير من المعارض والمنافذ في مبادرة تخفيض السلع بمحافظة الدقهلية، حيث أقيم 20 معرضا رئيسيا في المحافظة، منها 2 رئيسيا في المنصورة و18 فرعا في بقية المدن والمراكز بالدقهلية. وتضم مبادرة تخفيض أسعار السلع 410 معارض ومنافذ تتضمن نحو 100 سلسلة ومحل تجاري، حيث تصل نسبة التخفيضات بالسلع المطروحة في المبادرة من 15 إلى 25% عن السوق المحلية. احنا عندنا هنا في الدقهلية 20 معرض على مستوى الدقهلية، 2 رئيسي في المنصورة و18 في مراكز مدن المحافظة، بيشملوا كافة السلع الغذائية، التخفيضات من 15 ل 30%. مديرية التموين بالدقهلية قامت بعمل معرضين أساسيين في المحافظة، معرض حي الشرق في شارع الجيش ومعرض حي غرب لبيع السلع الغذائية الأساسية. عندنا السكر ب 27 جنيه، عندنا الرز ب 22 جنيه، عندنا البيض ب 125، وجميع منتجات أو السلع موجودة في المعرض بخصم يتراوح من 10 ل 25%.